حل مشكلة تعذر تثبيت التطبيق من متجر بلاي بطريقة سهلة جدا وبدون برامج. فلو عايز تعرف ايه حل المشكلة دي تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم معنا في فيديو جديد من قناة عجمستا موبايل. النهاردة معنا فيديو جديد عن حل مشكلة تعذر تثبيت التطبيق من متجر بلاي بكل سهولة وبدون برامج. بس قبل ان نبدأ الفيديو، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن حل مشاكل الموبايل وافضل تطبيقات للموبايل وعمل ريفيوهات للموبايل، اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل واعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ. زي ما قلنا، حل مشكلة تعذر تثبيت التطبيق دي مشكلة رخمة جدا، لان بتبقى عايز تنزل تطبيقات مهمة على موبايلك والمشكلة دي بتقابلك. فبكل سهولة لو عايزين نعرف السبب سريعا كده، ممكن يكون السبب اللي انت التطبيق ده كان موجود قبل كده على جهازك وانت مسحت التطبيق ومسحت الملف بتاع التطبيق من عندك، متجر بلاي بيبدأ يرفضه اللي انت تنزله تاني على موبايلك. ولكن النهاردة ان شاء الله معانا طريقتين، طريقة هتبقى بخطوة واحدة وطريقة هتبقى بثلاث نقط. هنبدأ بالطريقة الاولى، كل اللي علينا هندخل على جوجل وهنكتب up to down، وهتختار اول اختيار هيطلع لك، هيفتح معنا بالشكل ده. كل اللي علينا هنضغط على علامة البحث وهنكتب اسم التطبيق، يعني مثلا ببجي، وبتضغط على احدث نسخة وبتضغط على تنزيل وتعمل حسنا، وبيبدأ هو يتنزل معاك الملف بكل سهولة على موبايلك. وبمجرد اللي هو بيخلص تحميل، كل اللي عليك اللي انت بتضغط على ملفاتي وجهازي وتخش على ملف الداونلود، هتلاقي الملف موجود جوه ملف الداونلود وبيبدأ يتثبت عادي على موبايلك بكل سهولة. دي الطريقة الاولى معانا في فيديو النهاردة. انما لو انت عايز ان انت تحل مشكلة اللي هو ما بتحملش من على متجر بلاي، هيبقى قدامنا ثلاث محاولات اللي احنا نعملهم ونجرب بعدهم نشوف هل هيتحمل معانا ولا لا. اول طريقة معانا او اول خطوة معانا، هندخل على الضبط وهندخل على صيانة الجهاز، وهندخل على مكان التخزين وهنضغط على الثلاث نقط واعدادات التخزين وذاكرة الجهاز. طبعا احنا عايزين نوصل للبيانات المخزنة مؤقتا، دي بتختلف من موبايل التاني، تحاول تشوفها على موبايلك وبتضغط عليها وبتعمل لها مسح. ما تخافش طبعا مش هتحذف اي حاجة من على موبايلك، دي بس ما تبقى ملفات كده موجودة على موبايلك. فدي الخطوة الاولى. الخطوة التانية، وما فيش مساحة في موبايلك، كنا عملنا فيديو قبل كده برضو عن حل المشكلة دي. والطريقة التالتة، لو انت مثلا منزل اي تطبيق مشابه للتطبيق اللي انت عايز تنزله، يعني مثلا ماسنجر، لو انت منزل مثلا ماسنجر لايت على موبايلك او العكس، ممكن برضو اللي هو يعمل مشكلة، او فيسبوك، فيسبوك لايت، لو في اي بس تطبيق مشابه كده على موبايلك، او مثلا انت مثلا بتحمل مثلا الماسنجر من على متجر بلاي وانت مثلا محمله باصدار تاني او نسخة تانية من مثلا من جوجل، ما ينفعش الاتنين يكونوا موجودين على موبايلك، فهيقابلك المشكلة دي. وبكده نكون قلنا حل مشكلة تعذر تثبيت التطبيق من متجر بلاي. وزي ما بنقول بقى، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن حل مشاكل الموبايل وافضل تطبيقات للموبايل وعمل ريفيوهات للموبايل ولسه ما اشتركتش في القناة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل. ولو لحد دلوقتي ما عملتش لايك للفيديو، انزل اعمل لايك للفيديو، واكتبوا لي تحت في الكومنتات لو في اي مشاكل بتقابلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.